السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا في كل مكان. الحال اللي وصلنا له حال محزن، وخاصة اللي يكون قريب من الناس ويكون يتلمس حاجات الناس يشعر بالفرق الشاسع اللي كانت الناس عايشة فيه والحال اللي نحن عايشين فيه. قبل ما أدخل لكم في الموضوع، أنا بعطيكم قصة حصلت مش أمس، يمكن أول أمس. واحد يتصل يرسل لي رسالة ويقول لي: يا أخ ناصر، أقسم بالله العلي العظيم والشاهد علي الله، أننا أمس أنا وأولادي، 2 أولاد معه زوجته، أكلنا رز مفور فقط، ما عندنا أي شيء في البيت، وضاقت بي الدنيا، وأنا مدرس في مدرسة خصوصية، ولكن تكاليف الحياة كثيرة جدا جدا. لحسن الحظ أنها كانت عندي حالة مواد غذائية، فعل خير تبرع بها، نسأل الله أبو محمد أن يسعده. بقية حالة سبحان الله، أنا أتوسل بعض حالات للحالات اللي هي، وشعرت أن هذا فعلا محتاج. قلت له: تعال سرع. والله يا جماعة ما طاعني قلبي، أنه يصبر هو وأولاده للعشاء، لأن ما فيش عشاء معهم. فقلت له: تعال. بعد العصر مباشرة جاني، مباشرة بيقبل راسي، وقاعد مروح لا من المدرسة الخصوصية لابس الجزمة والسروال، وجلس وبكى. قال: والله يا أستاذ ناصر، يعني الحال، يعني حال الناس طبعا بشكل عام، أنا جبت نموذج فقط علشان الناس تعرف احنا عايشين وين ورايحين لوين. قال: في مطعم عندنا جزاه الله خير يوزع رز، قدها رز. قال: فأنا لما أروح من المدرسة يعني لابس سروال وجزمة وشنطة معي، يعني ينظروا لي الناس وأنا في الطابور حق الرز مع الناس، فيقولوا سبحان، يعني كأنهم يقولوا له: أنت قدك مرتاح يعني، ومطوبر معنا علشان صح الرز أو نفر أو نفرين. قال: ما يعرفوا بالحالة، ما يعرفوا أن 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 بين الأربعة الجدران ألم وجراح، أن بين الأربعة الجدران كم من أسرة تنوح وتبكي وتصيح، أن بين الأربعة الجدران كم من أسر اللي شنق نفسه واللي تعب واللي جنن واللي، يعني فرق كبير جدا. هو يستلم 60,000، 60,000 هذه يعني إذا ما قارنا بها في عهد الناس تزعل لما نذكر الزعيم أو علي عبد الله، ما أدري ليش يعني، بل بعضهم يقول لي كل اللي حاصل الآن بسبب علي عبد الله الصالح. طيب حاول تقنعني، حاول تفهمني، حاول، يقول لك ما فيش كذا، جود فوق أبيضه، هو مرتاح مع رتبة في لواء ولا معه عمل وأولاده يدرسوا برا، الوضع يبقى كذا، لأنه لو بقي الوضع كذا بقية الحياة لهؤلاء الناس السماسرة والذي يعيشوا على أجزاء من أجسام هذا هؤلاء الشعب. يقول لك فرصة، لو بقي الشعب الحال كذا نحن عايشين ما علينا شيء ينقص، لكن لو تغير الوضع مصيبة عندهم ومشكلة كبيرة جدا. أو أن الله ما وفقهم، أعطاهم الله الإمكانيات وخلى دول خلفهم تدعمهم وتعطيهم، بس ما وفقهم الله في أن يكسبوا هذا الشعب المجروح المكلوم على مستوى اليمن بشكل عام. الناس أوضاعها يعني إيش أقول لكم، أنا أعتقد اللي يسمعني يعرف أني في حارته أو في حافته أو في موقعه أو في قريته ناس حالتهم حالة، ناس يأكلوا وجبة واحدة، ناس يأكلوا من القمامة الساعة 4 الفجر، يخرجوا ويبحثوا عن أشياء في القمامة خوفا من أن يراهم الناس،
عادي رب العالمين يراهم الله رحيم الله كريم، الله بيفتح عليهم أو الله يجعلهم سبب علشان الناس تعتبر وتشوف. أخذ الحالة مني وراح، والله يا جماعة إنها رسائل واصل شكر. أنا الآن أنا وأولادي يعني حالنا تغير، يعني إحنا لو قارنا أو ضربنا مثال حالنا تغير كثير كثير. فما حد يجي مثلا هو شبعان أو مرتاح ويجيب لنا لوحة سياسية جديدة ونمط سياسي جديد وفلسفة إنه لازم أنتوا تعرفون. ما حد يعني يحاول يقرينا بشيء ما هوش موجود أصلا، أو يقنعنا بشيء. إحنا أصحاب حواس خمس، إحنا نرى الجميل ونقول هذا جميل، إحنا نرى الحلو يعني نلمس الحلو ونقول لمسنا الحلو، سمعنا الحلو، طعمنا الحلو، شممنا الحلو. إحنا بشر، ما عندنا غير الحواس الخمس. لا توهمني بشيء خيالي، بشيء ما هوش موجود أصلا بل مفقود، بل الواقع يقول عكسه. فلا تجرحني أو تشتمني أو تصب لي إذا قارنت بين أيام علي عبد الله الصالح وأيام الستين رئيس، بين الرئيس والستين رئيس. قام الثورة من أجل مليون جايع، وكانوا 39 مليون لا بأس حالتهم. فتكللت الثورة بالنجاح وأصبحت 39 مليون منضمين مع المليون الجايع، وأصبحنا 40 مليون جايع. أنا رسالتي أن القيادات تصحى، أن في ضمير يكون. يا أخواني لبقى قائد واحد يصحى، بس قائد واحد من 60 أو 70 اللي على مستوى اليمن في كل جهة، نشتي قائد واحد يصحى، بس نص قائد يكون مشلول وجسمه وده ويصحى ويتحرك. لأنه لما بيصحى بيأثر. وتصدقوني والله العظيم يا قيادات أن كلمتك الموزونة والطيبة من أجل هذا الشعب لها ثقلها الآن. شعبي أن شعب يبكي، شعب يصيح، شعب يتألم، شعب مجروح، شعب محروق، شعب مهزوم، شعب مكسور. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ألا ليت الزعيم يعود يوما سأخبره بما فعل الغريب، وأخبره بسعر البر أيضا، وأخبره بكم سعر القطيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.